مشاهدة لأهم الأنباء من قناة التناصح، أهلا وسهلا بكم. نشد عميد بلدية سبها حامد الخيالي اليوم الاثنين نشد حكماء وأعيان المنطقة الجنوبية لحضور اجتماع طارئ من أجل الوصول إلى رؤية صائبة تخدم مصلحة المنطقة، وصفا الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية وصفا إياها بالخطيرة. وقال الخيالي في تصريح للتناصح أن مدينة سبها ومحيطها يشهدان حالة من الهدوء النسبي في الفترة الأولى من النهار، إضافة إلى وجود اشتباكات متقطعة بالفترة المسائية. هذا وأكد عميد بلدية سبها على وجود عناصر أجنبية مسلحة متحصنة بداخل معسكرات سبها، إضافة لسيطرة هذه العناصر على مطار المدينة منذ فترة ليست بالقريبة. في ذات الشأن قال المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي الاثنين إن المركز يعاني من نقص شديد في العناصر الطبية والطبية المساعدة، ما أثر سلبا على وضع المرضى. وأضاف الوافي عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك أنه رغم النقص في الكوادر الطبية لأن مركز سبها الطبي لم يتوقف عن تقديم الخدمات وأبوابه مفتوحة أمام المرضى والمصابين. بدوره طلب حراك كفى صمتا في الجنوب إيقاف العمل بحقلي الفيل والشرارة لضمان سلامة العاملين بهما بحسب قولهم. وأرجع الحراك في بيان له الأحد مطالبتهم بإيقاف العمل في الحقول إلى حالة الاحتقان في المنطقة بعد تردي الأوضاع الإنسانية وارتفاع الأسعار وانعدام المحروقات بأنواعها بكامل المنطقة الجنوبية. كما أعلن الحراك العودة للأعمال التصعيدية وأنهم غير مسؤولون عن أي شيء يحدث للمركبات الآلية والشاحنات المتوجهة من وإلى الحقول النفطية على الطريق العام والصحراوي وفق ما جاء في البيان. في شأن آخر، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج الذي وصل إلى إسطنبول مساء الأحد في زيارة عمل قصيرة. وبحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد السراج على أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار في ليبيا. ورحب الجانبان بما أسفر عنه المؤتمر التركي الليبي للتنمية والاستثمار والذي اختتم أعماله في إسطنبول مساء أمس الأحد، في الوقت الذي أكد فيه أردوغان على استعداد تركيا للمساهمة في مجالات الاستثمار والتنمية في ليبيا وتوفير ما يطلب منها في هذا الشأن. في خبر أخير، حيث نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أنها فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات على 6 أفراد و24 شركة و7 سفن في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية. هذا ووردت أسماء الأشخاص الستة الذين أدرجوا بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاشتباه بتهريبهم للوقود والمنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا. ختاما، إلى اللقاء.